بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التذكير يا شباب، قبل هذه لا ننسى أن ندعو لإخواننا عبد الإله، أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسر له أموره ويفتح عليه باب النجاح إن شاء الله، ونعم الأخ ونعم الصاحب. يعني هكذا هي الدنيا، لا تبقى إلا الكلمات الجميلة والأشياء الجميلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له أمور كلها. الشغلة الثانية، اليوم إن شاء الله بعد صلاة العصر أو بعد فقرة غداكم إن شاء الله تكون مسابقة القرآن اللي هو في جمال الصوت، اليوم مزمار داود بيكون على سورة البروج، البروج، والحفظ بيكون على سورة تبارك أو الملك. فإن شاء الله بعد صلاة العصر بنرتبها، بتكون في الساحة إن شاء الله، بنرتب هذه بتعرفونها إن شاء الله. جزاكم الله خير، وياك شان، وياك كمان. إله إله.